حملة شرسة يتعرض لها عميد المنتخب الوطني المغربي أشرف حكيمي من طرف الإعلام الإسباني وبعض زملائه من لاعبي المنتخب الإسباني. وحسب الصحافة الإسبانية فإن المنتخب الوطني المغربي الأولمبي معرض لغرامات قاسية، غرامات مالية بسبب يعني الاحتفالية ديال أشرف حكيمي وسفيان رحيمي. شنو كيقول الإعلام الإسباني؟ لا دورا سانسيون على كي سي انفرنتا ماروكوس بور المال بيردير دي أشرف حكيمي انت إسبانيا. يعني غرامات قاسية تنتظر المنتخب الوطني المغربي، والسبب هو الاحتفالية ديال أشرف حكيمي وسفيان رحيمي، ولكن الإعلام مركز على أشرف حكيمي. الصحافة الإسبانية هضرات على العنصرية ديال المغاربة تجاه لاعب سامو، اللي يعني عمل واحد التويت اللي كيعلق فيه باللي حكيمي يعني بداك الرقصة ديالو ديال البطريق ديال البينغوينو. ولكن دابا الصحافة الإسبانية ما هضرات على الحملة الشرسة من طرف جماهير إسبانيا على اللاعب أشرف حكيمي، ويستغلون احتفالات داني كارباخال يعني بالقميص ديال الخنزير علي ديال سيردو، وكذلك يعني بالرقصة ديالو اللي ديال الدموع، يعني يستغلونها ويعني قاموا بواحد مجموعة من التعليقات. شنو كيقول هنا هذا المقال ديال بيسماركي الواي؟ الافيسيون usa Carvajal para reírse de Ashraf Hakimi y Sufian Rahimi. Gestos de llorar, jamón y gente bailando. الصحافة الإسبانية يعني تصف طريقة الاحتفالية ديال أشرف حكيمي وسفيان رحيمي اللي هي طريقة استفزازية، وكيقولوا بلي يعني كاين واحد السانسيون كبيرة، ما عرفناش واش يعني غادي يتوقفوا اللاعبين، هذا حسب الصحافة الإسبانية. لكن الحارس هادشي نو لو يامان راسيزمو هادشي. استو ماشي العنصرية. بالي الحارس أرناو تيناسي علق واحد الصورة هو وحكيمي ملي كانوا كيهضروا في بينالتي، وعمل استو زعما كومبانييروس غير بالضحك، كيقول هذا الشيء ملي داخل في عالم كرة القدم، وحتى حكيمي عمل الريتويت يعني عاود تعلق الريتويت. ولكن الغرامات كيقولوا باللي الصحافه الاسبانيه اختارت حكيمي باش هو اللي يعطي تصريح الصحافه الاسبانيه، وحكيمي رفض. الموضوع ديال حكيمي الخوت راه جد مهم، غادي نرجعوا له في فيديو مستقبل، يعني علاش رفض يلعب مع المنتخب الاسباني. كاين اسباب، لانه كان مشى كادم وكان جا موراه الاب ديالو وقال له انا ما رجعش لهنايا، يعني شاف شي حاجه قال له ما عمري غادي نرجع، وهذا هو السبب. يعني هنا من بعد غادي نرجعوا لهذا الموضوع. الخوت دابا كنتمنى يعني البارطاج على اسامي طاف، لايكات ديالكم، وما تنساوش اللي كيشوفنا لاول مره يشارك معنا في القناه باش نوصلوا نصف مليون مشترك. سمعوا النشيد الوطني المغربي، وغادي نمشيو يعني التفاصيل ديال هذا الخبر، لان يعني الاسبان ما بغات تبرد لهم الهزيمه او الاقصاء، اقصاء ضد المنتخب الوطني المغربي في كاس العالم، عليها في ثمن نهائي كاس العالم. كنهضروا على ان المغرب، لان المغرب اصبح في كره القدم ند مع المنتخب الاسباني، ما بقاش ذاك المنتخب القاره الافريقيه الصغير اللي نفوزوا عليه بسهوله، نو، يعني كيضربوا له 1000 حساب، وحتى الجماهير دخلات على الخط، كانوا كيستهزئوا يعني بالمنتخب المغربي بواحد الشكل ما تصوروش، ولكن دابا لقاو المغرب، وهذا الشيء شيد به المدرب ديال المنتخب الاسباني. نمشيو لتفاصيل الخوت. اخوتي المغاربه والجاليه المغربيه في كل مكان، السلام عليكم وتحيه طيبه للجميع. كما شاركنا معكم في المقدمه، حكيمي مهدد بعقوبات قاسيه من الفيفا قبل مباراه الفراعنه، قبل مقابله اللي غادي تجمعنا ضد المنتخب المصري الشقيق، غادي تكون مقابله انتما كتعرفوا يعني المنتخب المصري غادي تكون مقابله يعني قتاليه على هذه الميداليه البرونزيه. يعني الدوري المغربي، اشرف حكيمي الضيع الايمن لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي وعميد منتخب الوطني الاولمبي لكره القدم، مهدد بعقوبات كبيره من الاتحاد الدولي فيفا بسبب مباراه اسبانيا. وذكرت يعني هذا خبر منقول، هو هذا اللي كنشاركه معكم مترجم، موندو ديبورتيفو هي اللي طرقت الموضوع. كتقول
أن هزيمة منتخب الوطني أمام إسبانيا لحساب اسمها إيكاس هذا يعني رحيمي حكيمي عفوا يعني السبب هو أنه رفض يعني يدلي بتصريحات الصحافة إسبانيا، ولهذا السبب فإن الفيفا يعني غادي تدخل على الخط لأنه ملزم أو مجبر على أنه يعطي تصريحات، يعني اللجنة الأولمبية يعني كاتب الزز عليه على أنه يعطي تصريحات يعني للصحافة، الصحافة الإسبانية اختارته ولكن هو ما قبلش يعني رفض على أنه يعطيهم تصريحات، ولهذا كي عقوبات يعني قاسية في حقه حسب الإعلام الإسباني اللي كيقول آدم لا دورا سانسيون على كي سينفرينتا ماروكوس بور المال بيردير دي أشرف حكيمي أنت إسبانيا. يعني العناوين ديال الصحف كما تشاهدون هنا في إسبانيا كلها يعني مركزة على حكيمي، والسبب وهو الرقصة ديال البطريق ديال أشرف حكيمي في ثمن نهائي كأس العالم اللي حكيمي سجل يعني ضربة جزاء الأخيرة يعني على طريقة بانينكا وعاد زادها بداك الاحتفال، فداك الاحتفال ما بغى الصراحة يبرد راه ماشي عادي على أنك تكون يعني كون فياض يعني أكد غالب اللي أنت غادي تفوز وغادي تأهل دور ربع النهائي، لكن يعني المنتخب المغربي كان له رأي آخر تأهل على حساب المنتخب الإسباني وانتصر كذلك على المنتخب البرتغالي الذي كان مملوء بالنجوم وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو. إذا ما بغات تبرد لهم هذه القضية فبقاو تابعين أشرف حكيمي، ولكن أشرف حكيمي عنده السبب علاش يعني مبغاش يدلي بتصريحات الصحافه الاسبانيه. اولا فاذا كانت غرامه غادي تكون غرامه ماليه يعني ما عندها علاقه بالمنتخب غير هو الصحافه الاسبانيه كتكبر الموضوع. فيما يتعلق بالطريقه ديال الاحتفاليه مع ارناو اللي هو الزميل ديالو في باريس سان جيرمان، فارناو كيقول هذا الشيء داخل في اطار لعبه كره القدم، ملي كتسالى المقابله يعني فكينتهي كل شيء. هذا فيما يتعلق انه هنا مجموعه العناوين كلها يا كادم يعني ابير لو كيتقال كريتيكادو خيستو ديال اشرف حكيمي كونترا لا سيليكسيون اسبانيولا دو فوتبول لي كوستارا اون سانسيون ا ماروكوس. ا ماروكوس او اشرف ا ماروكوس ا ماروكوس مار بيردير دي حكيمي تندرا كونسيكونسياس لا سيليكسيون دي ماروكوس سيرا مولتادا بور لو كيتو اشرف حكيمي. يعني عشنا وشفنا ان الصحافه الاسبانيه مهتمه بواحد الشكل كبير ما تصوروش المنتخب الوطني المغربي بلاعبي المنتخب الوطني المغربي، يعني لا حديث رغم انهم تاهلوا فازوا ولا حديث يعني في الصحف الاسبانيه والجماهير الاسبانيه الا على المنتخب الوطني المغربي. الصحافه المغربيه مركزه على الطريقه يعني باش تقصينا وكيفاش تقصينا، وكذلك الهجوم على وليد الركراكي يعني اللي دخل البيستواريو ديال لاعبي المنتخب الوطني المغربي. كاين اللي كيتهم الركراكي على انه يعني هو المسؤول عن الاقصاء، يعني ماشي حتى لهذه الدرجه، غير هو يعني باش ما يكونش قله احترام للمدرب يعني ما كانش خصو يدخل وصالو، ولكن باش نتهموا على انه يعني السبب الرئيسي في الاقصاء فهنا راه كان يعني نتجاوز جميع الخطوط الحمراء. هنا كما كتشوفوا معايا هنا هذه هي الصحف الاسبانيه كلها بدون استثناء الصحافه الرياضيه او يعني اللي متعلقه بالسياسه او بالمسائل الاجتماعيه ولا كلها مركزه على المنتخب الوطني. ولكن هنا عندي ملاحظه، حتى فيرمين لوبيز من سجل راه مشى للجمهور فالي وتشاط في ذاك شنو كيقولوا هذيك ذاك البانديرين باندرين ديال الكورنير وتشاط فيها وتما يعني بحال اللي استفز الجماهير المغربيه، لان الصحافه الاسبانيه كتقول الجماهير المغربيه يعني بزاف ديال الكلام كيتقال ما احترماتش النشيد الاسباني، يعني بداو كيصفروا على النشيد الاسباني. الجماهير المغربيه يعني كانت يعني محتله المغرب عن محتله عفوا يعني الملعب عن اخره، يعني اكثر من 52 ألف متفرج كلهم كانوا مغاربه، حتى هادشي ما عجبش الاسبان. وانا السؤال ديالي اللي كنطرحو كنعاود نطرحو وهو الجمهور الاسباني يعني علاش ما حضرش للملعب. هنا فيما يتعلق لا افيسيون موسى كارباخال بار ريس دي اشرف حكيمي اي سفيان رحيمي جيستوس دي يورار خامون اي جينتي بايلاندو. اوكي يعني حتى الجماهير الاسبانيه ومتحت متحت كاتبين ما شاء الله اخو كاتبين البرفيل دي سامو مورديون سيينا دي انسولتوس racistas tras su emoji del pingüino, yani el chiqui sin duda racismo, pero el propio la propia noticia no es racismo. نعم يعني الجماهير الإسبانية يعني كتستغل كارباخال. كارباخال كما عارفين فهو يعني يؤيد اليمين المتطرف، يعني باش يستفزوا المغاربة كارباخال
والحلوف زعما حنا المسلمين ما كناكلوش الحلوف. بزاف ديال الكومنتاريوس موي راسيست. سي دابا اللي درت لهاد الكومنتاريوس واحد المقال اخر كيدير على الكومنتاريوس ديال ناس اسبانيا حكيمي رحيمي. Les vamos a callar la boca a todos los moros. ¿Cómo se nota que te gusta el buen chorizo? Fue uno de los comentarios en redes sociales. يعني تناقض الصحافة الإسبانية يعني ميل دخلوا المغاربة كيعلقوا على سامو يعني كيسميوهم باللي هما يعني تعليقات عنصرية ديال المغاربة ولكن يعني دخلوا حتى في تهديدات لا كابيسا نو سي كي موريتو يعني هاد الحوايج هادي كامله وصعبه الاسبانيه يعني ما هضرات عليها. دابا مشيتي بعيد بوركي غير من العاديه ديالهم بحال مينا ولا نيكو ويليامز عملنا فيديو كريتات كيكتبوا عليهم هادو ديالهم العاديه ديالهم اللي ما عملوا والو. وهنايا في هاد اللي قريت المقال اللي قريت لا دولا سانتينا حكيمي باينة في المقال اللي قريتي كامل اللي ما كيعرفش يخسر هنايا هي اسبانيا هي الصحافه اللي ما عرفوش يخسروا كنهضر على المونديال مونديال وديعوا ملاعبي كحكيمي وديعوا براين دياز الحق من غير هذيك حكيمي اختار المغرب قبل اسبانيا هادشي هذا هو اللي ما عرفوش يخسروا الناس اسبانيا علاش هنايا كي نو سي تومونا لا بيان لا ديروتا البايس ديل كي تامين اس اشرف ان ال كي ناثيو ريمونتا ماروكو سي دخل اس افريكانو سيم فينال بزاف فراسيس دوليو موتشو اشرف حكيمي ناتيدو مدريد كان ترينر ريال مدريد غير كيعاودو دابا وساعة بورالغو و بوريستو اشرف الاخيو مرويكوس يعني بسبب هذا النوع ديال المقالات والتعاليق وهذا ما ربما يعني هذا هو اللي كيخلي مجموعه من اللاعبين المغاربه يختاروا البلدان ديالهم الاصليه وهذه رساله لبعض المغاربه اللي نصي يشجعون منتخبات ضد يعني منتخبهم الاصلي بحال هاد الناس راه غادي يعترفوا بك ولا راه غادي يعرفوك حتى شكون انت يعني انا كنستعجب الصراحه كتقرا هاد المقالات هادو سون موي فالسوس ماشي نجيكم نيشان موي فالسوس اتنديو كومونيكاسيون مارسيليا اي لو هيزو ان عربي شنو سكيتي هو يضرب العربيه شنو ما يقدرش يضرب العربيه خصو يضرب الاسبانيوليه ما كيعرفش واخا يعرف بوركي تيني كابلار اسبانيول واش هو كيضرب مع الجمهور ديال اسبانيا ولا كيضرب مع الجمهور ديالو يفهم علاش خسر زعما كيقولوا سكيتي وي لو هيزو ان عربي نقول خوار دكم من افريكان اتنديو لوس ميديا ثم البردير ديال اسبانيا بيروسيا نو ستاي ثيندو كي سيليكسيون افريكانا نو اس سيليكسيون اسبانيولا كومو فان ابلار ان كاستيانو يعني هما كيقولوا كيسميونا باللي حنا المنتخب الافريقي ماشي حتى المغربي ياك ولكن في نفس الوقت المدرب يهضر معاهم يعني بالاسبانيه ما عرفتش انا واش سكيتي وي كيهضر اسبانيا ولا لا بيرو واخا يكون كيهضر اسبانيا علاش خصو يهضر الا زعما بعدا واش كيفهم ولا خصو يتعلم باش يهضر معاهم يتعلم الاسبانيا ولا واش كيهضر اسبانيا وحق الا كان كيهضر ما خصوش يهضر ساعات حنا خصنا نخرجوا نتعصبوا نقولوا واش كيهضر اسبانيولي اولا نخرجوا نطالبوا هما يهضروا معنا يهضروا معنا بالمغربيه بالعربيه سي حيت كاينو ذكي بقى واش كان فول هاد المقال هذا اغلبيه فيهم برو خصوصا هذا غير بور النومبري باين اسم هذا المقال موي فالسو موي فالسو يكتبوا بزاف كيبغيو يبينوا بان لا كيزيدوا يزيدوا يعني يشعلوا الفتنه كما كنقولوا حنا كيبغيو يبينوا بان حكيمي ومغاربه ما كيعرفوش يخسروا ما عجبهمش الحال خصهم يعطيو القيمه يعني جميع المقابلات كيكونوا هاد الكونفليكتوس يعني ما بين اللاعبين يعني عادي هادشي جاري به العمل جدا يعني هاد الحوايج هادي برافو حكيمي برافو والله العظيم استاس ان البونتو دي ميرا دي اسبانيا كامله سي يعني اسبانيا كامله مركزه على حكيمي صراحه وحكيمي ربما عنده شي حاجه ديالو اللي باقي غادي نهضروا عليها غادي نخصوا فيديو خاص لهذا الموضوع هذا الخوت ولكن الخلاصة وهو الرقصة ديال البطريق اللي ما زالت تؤلم الصراحة يعني الإسبان كلاعبين وكجماهير الصراحة وحكيمي يعني يتجاهل هذه المجموعة ديال السيفزازات كاين سيفزازات كبيرة كاين تعليقات عنصرية ولكن هنا الصحافة الإسبانية غادي تركز على حكيمي فالي او على التعليقات ديال المغاربه ولكن هنا الصحافه الاسبانيه رجعات كتفهم العربيه يعني لا تبالي ولكن على التعليقات ديال هذا السي اسكو من كان تحكيني يا حماقني وخو عمر في حياتي ما شفت شي واحد نعم. اسبانيا كتكرهو حتى انا الدرجه اي براو حكيم من كان نعم يعني كان خصو يتبع الطريق ديال لامين يامال ديال نيكو ويليامز ما كانوش متنسين هادشي هذا ودابا خصهم يتنسوا ابراهيم حكيمي الياس زنزولي بشويه مع المغرب اينو كون اسبانيا
نعم نعم. وهنا انا هنا حارس اسبانيا يعلق على استفزاز اشرف حكيمي له قبل الهدف، يعني علق يعني ارناو ديناس حارس مرمى منتخب اسبانيا الاولمبي على فوزه المتوهنه، وتلقى المنتخبان في اطار تضاد كان متقدما بنتيجه، ولكن الخلاصه يعني كيقول هذا الشيء اللي وقع يعني في الملعب راه كيوقع جد عادي، وانا واشرف زملاء اصدقاء يعني ما كيحتاجش مشكل، انتهت المقابله انتهى كل شيء، يعني هذه الاستفزازات كتكون يعني ما بين الانديه ما بين المنتخبات جد عاديه، ولكن هما خرجوا الموضوع على الرياضه. كاين اكول غاوستو ارناو ديناس هذا نو هذه الصحافه هذه كاينه هذه ايرا الموندو ديبورتيفو وقيله هي اللي اللي هضرات على هذا الشيء. موندو ديبورتيفو برنسا بحال هذه ما تخرجش تهضر على ارناو ديناس قال كيما وقع والو فهمتي. موندو ديبورتيفو شي بحال برنسا بحال هذه اللي قرينا عند المقال موي فالسو ما تخرجش تقول لك ارناو ديناس قال ما وقع والو بوركي نو ما خصهمش يبينوا لك شي. سي سي المال بوينو نعتمد على ديبورتيفو المال المال بيردير دي حكيمي تندرا سي زعما تكون عنده عقوبات مهمه بالي لو سبيغي سنتري ماروكو سي اسبانيا بيتوس اليمنو، يعني كيقولوا باللي كان تصفير على النشيد الاسباني تاع عمر كامبوتينا عمر كامبوسو فارتينا سي دالا غانا سي شكون اللي زول لك ماشي قلتي لا انتراز لا سان كومبراو تو لوس اسبانيوليس قبل من البارتيد سي هنا لا دورا سانسيون الكي سي انفرينتا مارويكوس بور المال بيردير هنا المال بيردير دي حكيمي تندرا يعني العقوبات قاسيه هنا الفوتبوليستا ديال بي سي جي ناسيدو ان خيتافي ها سيدو دورامينتي كريتيكادو بور سو فالتا دي ريسبيتو اي دورانتي يا ديتراس ديال الانكونترو يعني انتي لا روخا هنا يعني لو سبيكيس يعني مجموعه من يعني الصحف الاسبانيه اللي مركزه بزاف خصوصا على اشرف حكيمي لان البيكي يعني كان حتى رحيمي ولكن رحيمي يعني نص ثاني البونتو يمير سولو اشرف حكيمي هنا باش تعرفوا واش تفاهمنا بونو كنظن الوقيله ما نطولش عليكم بزاف كيقولوا بلي تنتظرون عقوبات قاسيه ربما اشرف حكيمي ما يلعبش ضد المنتخب المصري. انا كريو كينو هذا ميمونا سانسيون نقول لك هذا ميمونا سانسيون انا لا استيس نورمال ان الفوتبول بالي هذا جوابا على صحف اسبانيا البارح اللي اتهمت يعني الجماعه المغربيه بالعنصريه، ولكن كنشوفوا هنا يعني تعليقات عنصريه يعني انتم شو هو استاكي يامانا حكيمي مورو يستو بيرو استيس نورمال بالي بيرو لوترو سي مش نورمال، وهذا جوابا حتى على الناس اللي فرحانين بها وانتم سمعوا. المهم الخوت ما نطولوش عليكم بزاف ترانا في راسكم امسيه سعيده السلام عليكم. قبل ما نختموا يعني نشوفوا يعني ربحنا منتخب كبير وكبير بزاف الصراحه، وهذه التشكيله المختاره يعني لتمثيل المغرب في كاس امم افريقيا. تشكيله هي في حراسه المرمى حارس بونو، في وسط دفاع اكراد وشادي رياض، في على الاطراف حكيمي والواحدي وريتشاردسون. ريتشاردسون يعني امير ريتشاردسون يعني لاعب من طراز عالي الصراحه. كيقولوا بلي ليستر سيتي توتنهام سيتا ليستر دخل على الخط ريتشاردسون خصو يكون في شي نادي كبير بزاف الصراحه، يعني انتم شو لا في الناحيه ديال وسط الميدان اللي كنقول دائما الا كان امير ريتشاردسينيو البرازيل غيكون دابا خلصوا له 2 مليون تير غاليين مع ريتشاردسون، وفي وسط المتقدم ابراهيم دياز اخو ماش بن صغير وسفيان رحيم استاذ باراكوبا افريكا نو باراكوبا افريكا دابا خاين معايا عادلي ما لعبش نصيري ما لعبش شوف على لاعبين خنوس ما لعبش وناحي ما لعبش امرابط ما لعبش مزراوي ما لعبش كي وصل كثير قلت ربما نرجعوا مباشر ان شاء الله ونزيدوا يعني نناقشوا هذه الحوايج هذه ونناقشوا كذلك المقابله المهمه اللي غادي تجمعنا ما بين المنتخب المصري. انتظرنا ما صار كذلك سلام في راسكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بيبا المغرب بيبا وبيبا حكيمي بيبا حكيمي برافو حكيمي Estamos contigo, ¿eh? Viva Hakimi, viva Hakimi. Madre. Toda la familia de Hakimi, su hermano Nabil, su madre. Viva. Que te jodan y te abres, Sara. Allah, la madre que te parió, Hakimi.